بابا بعد علينا من وقت اللي طلقوا امي وبابا، ما عادش يسأل علي، ما عادش نحب نكلمه، ما عادش نحب نحكي معاه، ما عادش نحب حتى امي تقول لي لازمك تكلم بوك، نقولها لا. انا بابا وجعني برشا وجرحني برشا في حياتي، خاطر ما يهزش التليفون ما يحكيش معاه. وين ترى روحك 5 سنين القدام؟ 5 سنين القدام شوف روحي لبرا. ديجا انا تويك باش نصحح كونترا، خلينا ناخذ دبلوم اساعه، ناخذ به قرض ان شاء الله ربي يسهل لي، ونحل كي مشروع صغير في تونس، ما في تونس، وباش نصحح كونترا ونطلع به لبرا، ما نقعدش في تونس جم. لا علاش؟ لا البلاد هذه ما عادش نقعد فيها. شكون باش يسربي لنا الحلو كي انت تمشي؟ انت ماما تعوضني في كل شيء، هي اختي عوضت. شكون باش يعمل لنا حلو يعمل لنا قد ماما؟ حتى ماما تعرف راه والله متورثة. ربي يسهل عليا باش ندخل ماما زيدا، خلينا نلمد شوية فلوس، ندخل ماما زيدا تدخل تقرا معايا في السنتر اللي قريت فيه انا، وان شاء الله ربي يسهل لنا الكل. وندخل اختي زيدا معايا. اختي قالت لي ما شدك الكاسة. وعلاش؟ شدك الكاسة، تحب الفلوس. الكاسة قالت لي في مشروعك. والله باش عطيها تشد الكاسة؟ ايه نعطيها، ما يغلى عليها حد شيء، دارنا ما يغلى عليها حد شيء. الحاجة الوحيدة اللي غايظتني كونه بابا مش معايا في الفرحة هذي. وين بوك؟ امي وبابا مطلقين، وبابا بعد علينا من وقت اللي طلقوا امي وبابا، ما عادش يسأل علي. علاش؟ ما نعرفش، يطلبني في الليل الو، وانا وليت نقلق حتى كي يطلبني، خاطر عنده برشا ما يسالش علي، قلت هذا انساني، وليت نحطه في السنوار، ما عادش نحب نكلمه، ما عادش نحب نحكي معاه، ما عادش نحب حتى امي تقول لي لازمك تكلم بوك، نقولها لا. ما انا عبد خاطر انساني، انا بابا وجعني برشا وجرحني برشا في حياتي، خاطر ما يهزش التليفون ما يحكيش معاه. تخلى علي. ما خليني نقول لك، علاش تحط فيه في الاستنوار؟ بالك هو كان عنده موضوع باش يحكيه لك، بالك باش يطلب منك السماح. بالك حتى موضوع ديما يطلبني، كان شارب يطلب مني السماح، وهو شارب ما يطلبنيش وهو صاحي جمله، ويبدا يحكي لي على امي ويحكي لي على دارنا وكيفاش امك طلقتني وكيفاش ويحكي لي كان على مشاكله، ما يسالنيش انا اش عملت، انا شنو تقدمت ولا ما تقدمتش، باش يبعث لي مصروفي ولا باش شريت حاجه جديده ولا، ما يسالنيش على حياتي الخاصه، يسالني كان على حياته هو الخاصه وشنية و... كيفاش تعلمت تتعايش معناتها مع حياتك ما غير بو؟ امي هي قدوتي في الدنيا هذه الكل، عندي امي، حياتي واقفه كان على امي، ما تقفش على حتى حد حياتي، كان امي تبعد علي انا لو جيك اليوم بوك مثلا توا ويقف قدامك ويطلب منك السماح ويقول لك إيجا نبنيو معناتها المستقبل، إيجا بنتي معناتها نعيشوا مع بعضنا، إيجا خليني نشبع بيك وتشبع بي. إيه انا بابا مسامحته دنيا واخره، ويقعد بابا حياته الكل و... اما الحاجه الوحيده اللي غايبتني منه كونه نعيش معاه عادي، نعيش معاه مع امي مع بابا، هو اللي جابني انا بنته من صلبه يعني. نعيش معاه وعلى راسي وعيني وبابا يعني، انا حتى كان نهار اخر ربي سهل عليا ونعمل نبني حياه خاصه يعني، انا بابا يجيني للدار مرحبا بيه ويقعد بحذايا، وامي تجي وعادي، انا ماذا بيا امي بابا يرجعوا مع بعضهم، اما هو تعبنا برشا في حياتنا. شنو عمل لكم؟ عمل لنا برشا مشاكل، وديما شارب وديما مدمن، بابا انا مدمن الكوليك. ما ينجمش يعيش بلاش شراب. ما نجمتش هكا تحكي معاه تقول له بابا خليني نهزك للسبيطار، خلينا نداويه وخلينا نلقاو حل. انا 18 عمري 18 سنه، نقولوا 16 سنه، وانا نشحت في بابا باش بابا ينحي الشراب وينحي الدنيا هذيك الكل ويريث ويعمل عقله وبناته كبروا. امي ضحت برشا 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 علينا. يسكن قريب منكم؟ في بيجا هو تو. مشي لسليانه هو الكريب بحذا عمومتي، وكان يسال عليا بحذا عمومتي غاديكا وكل حكايته، من بعديكا مشي لبيجا، مني مشي لبيجا ما عادش يحب يكلمني، ما عادش خاطر حطيته في الاستنوار. ليه حتى ابار الاستنوار، هو ما عندوش نومرو معين، راه يكلمني من اي نومرو من اي نومرو عادي، وحافظه نومرو يا هو، حطيته في الاستنوار من التليفون هذاك، خاطر انا في حال تغش وقتها يكلمني من نومرو اخر غدوه ولا بعد غدوه. ما يكلمنيش هو، كلمني كان شارب. لو كان يسمع فيك شنو تحب تقول له؟ حاب نقول له يا بابا استهدى بالله، واعرف وين تحط ساقيك، وراني بنتك، واسال عليا ميساج، اسالني على حياتي وانا وين وشنيا اللي صاير لي من مشاكل وشكون وجعني في حياتي وشبيني وليت نتصرف هكا، واسال عليا ميسالش. انا صحيح كي نكلمه نقول له راهي امي وقفت لي وعندي امي والحمد لله، وامي تقري فيا وامي موصلتني وامي صحيح هي، اما نورمال مو يقول لي حتى انا هاني معاك وهاني بوك وهاني، مش بالبهبير وبالكلام هكا، ميسالش كانت تفكرني مره في حاجه هكا، في تبعث لي مصروفي في كذا وكذا.